بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد في نفسي قوة على الصيام في السفر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن صام فلا حرج عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقوله جل وعلا أو على سفر يدل على أن المسافر يفطر في نهار رمضان. وهل هذا الإفطار واجب، وأنه لو صام لم يصح صيامه؟ قال بهذا بعض العلماء، قال الظاهرية: إن الإفطار واجب، ولو أفطر لم يصح صيامه. وهذا الحديث يرد هذا القول. فصل صلى الله عليه وسلم الحكم فيه، وأن الإفطار للمسافر ليس بواجب، وإنما هو رخصة. والرخصة عند علماء الأصول هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، لمعارض راجح. مثلاً الصيام واجب، فرض، صيام رمضان فرض، ومن أفطر فيه فقد فعل محظورا، يعني حراما. ولكن جاء في الشرع ما يدل على أن الإفطار للمسافر ليس بمحظور، وإنما هو مباح، ولا حرج على من أفطر في السفر. ومن صام فصيامه مجزي، خلافا للظاهرية أن يقولون إن صيامه غير مجزي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي رخصة، يعني تسهيل من الله عز وجل. فمن أراد التسهيل وأخذ بالتسهيل فهذا أحسن عملا بالرخصة، ومن لم يأخذ بذلك وصام صيامه صحيح، وإن كان خلاف الأفضل. وهذا يدل على فضل الله وإحسانه إلى عباده، وأنه رفع عنهم الحرج والمشقة، وأباح للمسافر أن يفطر تخفيفا عنه لئلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام. هذا من باب التخفيف. ومن تحمل وصام في السفر هذا هو الأصل، أخذ بالأصل ولم يعمل بالرخصة، هذا ليس حراما، صيامه مجزي والحمد لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وهل أوقعني إلا الصيام؟
قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل أو زنبيل فيه تمر، فيه تمر، فقال خذ هذا تصدق به، خذ هذا تصدق به، يعني أطعم 60 مسكينا. فقال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني المدينة اللابتين الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهلك. الجماع حرام على الصائم، وإذا فعله بطل صيامه، بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر حرمت هذه الأشياء، الأكل، الشرب، الجماع. فإذا جامع وهو صائم بطل صيامه، ويجب عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الوطء في رمضان مثل كفارة الظهار كما في هذا الحديث، وهي على الترتيب، على الترتيب: أولا العتق، يعتق رقبة، رقبة مؤمنة، يعني يعتق مملوكا، رجلا كان أو امرأة، يعتق مملوكا من الرق إلى الحرية، سواء كان هذا المملوك عنده يملكه أو يشتريه ويعتقه. فإذا لم يستطع، لم يجد الرقبة، ولم يجد قيمتها، لم يجد الرقبة تباع، أو هي تباع موجودة لكن لا يجد قيمتها، فإنه ينتقل إلى الصيام. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر في أثنائها إلا الفطر الواجب كالعيدين أو المرأة في الحيض والنفاس، هذا فطر واجب ولا يقطع التتابع، أو فطر مستحب كالفطر في السفر والفطر للمرض، هذا أيضا لا يقطع التتابع. الفطر المرخص فيه شرعا لا يقطع التتابع، أما إذا قطع التتابع من غير عذر شرعي فلا بد أن يستأنف من جديد، يستأنف الصيام من جديد، لأن من شرط صحة صيام الكفارة في هذه المسألة التتابع، صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع الصيام لمانع يمنعه، لا من أجل الكسل
ما هو من أجل الكسل، وإن الصيام فيه صعوبة عليه، هذا ليس عذرا. العذر أن يكون لا يستطيع الصيام لعارض يمنعه من مرض لا يستطيع معه الصيام، أو كبر أو هرم أو غير ذلك، عذر شرعي لا يستطيع معه الصيام، لا عذر الكسل. ين بعض الناس يتثاقل عن الصيام وهو قوي يستطيع، هذا لا يعذر. الله جل وعلا يقول: فمن لم يستطع، من لم يستطع، لم يستطع الصيام إنه يطعم 60 مسكينا، 60 فقيرا، كل واحد نصف الصاع، مقدار كيلو ونصف لكل واحد. هذا آخر خصال الكفارة في الظهار والجماع في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هذا الرجل بذلك، ولكنه في كل واحدة يقول: لا أستطيع. ما هو قصده الكسل أو التحيل، الرجل جاء خائفا، جاء خائفا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هلكت وأهلكت. فالرجل ليس قصده التحيل أو التخلص من الكفارة أو الكسل، وإنما هو معذور لا يستطيع أي واحدة من هذه الأمور. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرج، لعله يأتي أمر يخرجه من هذا الحرج والورطة. جاء الفرج، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وقال: تصدق به، يعني أطعم 60 مسكينا. وهذا فيه أنه يجوز دفع الكفارة بالإطعام، يجوز دفعها من غير من وجبت عليه، إذا تبرع بها، إذا تبرع بالكفارة أحد فإنها تجزي عن من وجبت عليه. فقال الرجل: ما في المدينة أهل بيت أفقر من بيتنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا عليه الصلاة والسلام، متلطفا بأصحابه، وهو يضحك عند الأمور العجيبة، لكنه لا يضحك الضحك المستغرق مثل ما يفعل بعض الناس من القهقهة، بل كان صلى الله عليه وسلم يتبسم، ضحكه التبسم، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه أي أضراسه عليه الصلاة والسلام. فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا من هذا الرجل الذي جاء خائفا، ثم في الأخير طمع، في الأخير طمع وقال: أعلى أفقر منا؟ هذا من العجب. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه تصدق به على أهلك. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. مسألة الأولى أن الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة. المسألة الثانية: الحديث دليل على سؤال أهل العلم، فهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهذا هو المشروع، أن من أشكل عليه شيء من أمور دينه
فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث دليل على خلقه صلى الله عليه وسلم، على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما أفتى هذا الرجل وبين له ما يجب عليه ثم أعطاه التمر ليتصدق به ليكفر به، أعطاه إياه ليكفر به عن نفسه، طمع الرجل وقال إنهم أحوج إليه من المساكين. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يغضب عليه، ولم بل إنه تلطف به صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذه تصدق به على أهلك. فهل معنى ذلك أن هذا الرجل سقطت عنه الكفارة؟ فيدل على أن الإنسان إذا ما استطاع الكفارة، ما استطاع أن يعتق ولا استطاع أن يصوم ولا استطاع أن يطعم، هل تسقط عنه؟ هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث كذلك، أنها تسقط الكفارة عمن عجز عنها، هذا هو ظاهر الحديث. ومن العلماء من يقول لا تسقط ولكن تبقى دينا في ذمته، إذا استطاع يكفر، تبقى دينا في ذمته إلى أن يستطيع ثم يكفر. ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت إنك تكفر، بل سكت عن هذا عليه الصلاة والسلام. ظاهر الحديث يدل على القول الأول، أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه. وفي الحديث ما ذكرنا من أن الكفارة إذا تبرع بها، إذا تبرع بها آخر عن المكفر، أن ذلك يجزي عنه. فإذا وجبت عليه صدقة وجاء آخر ودفعها عنه فإن ذلك يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع التمر إلى هذا الرجل ليكفر به. هذا دليل على أنه إذا دفع الكفارة شخص آخر عمن وجبت عليه أن ذلك يجزي عنه ويبرئ ذمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن المرأة، هل يجوز لها الطيب؟ هل يجوز لها الطيب حتى بحضرة أبيها أو أخيها؟ المرأة يجوز لها الطيب في بيتها إذا ما تخرج به إلى الشارع، أما ما دامت في بيتها فلها أن تتطيب ولو عند محارمها، أما عند الخروج فلا يجوز لها أن تتطيب، لأن هذا سبب للفتنة، سبب للافتتان بها. ولكن المرأة تتطيب بالطيب الذي ليس له رائحة قوية نفاذة، وإنما تتطيب بطيب رائحته غير قوية، تتطيب بطيب غير رائحته غير قوية. هذا يسأل عن أي كتاب أحسن في السيرة النبوية، أي كتاب أحسن
السيرة النبوية يقرأه طالب العلم. السيرة النبوية فيها كتب كثيرة ولله الحمد مطولة ومختصرة. السيرة لابن هشام هذه مطولة اختصرت بمختصرات، منها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنها مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ومنها كتاب فقه السيرة للإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا مختصر سيرة وبيان لفقه السيرة وما يستنبط ويستفاد منها. وهناك مختصرات كثيرة مثل مختصر السيرة للإمام الذهبي، مختصر السيرة للإمام ابن كثير، هناك مختصرات كثيرة وكلها ولله الحمد طيبة. نعم، هذا يقول نريد شرح مختصر صلاة الاستسقاء بمناسبة أنها ستقام إن شاء الله بعد قليل. صلاة الاستسقاء أن الناس يخرجون لصلاة الاستسقاء، والأفضل أن تكون في صحراء خارج البنيان إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فتصلى في الجوامع الكبار، وفي مكة تصلى في المسجد الحرام. يخرج الناس لها لأنها سنة مؤكدة والناس بحاجة إليها، ثم يأتي الإمام ويصلي ركعتين، بلا أذان وبلا إقامة، صلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية سورة الغاشية، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار ومن الدعاء بطلب الغيث، ويؤمن الناس على دعائه، ثم في آخر الدعاء يحول رداءه الذي يلبسه سواء كان رداء أو جبة أو بشت، يحوله ويحول الناس أرديتهم مثل الإمام. والحكمة في ذلك والله أعلم الإشارة إلى تحول الحال من قحط إلى مطر، إشارة إلى تحول الحال، وتحول الحال أيضا من الذنوب إلى التوبة، وهو سنة نبوية. قلب الرداء سنة نبوية. ثم يستقبل الإمام القبلة، كل واحد من المأمومين يستقبل القبلة واقفا ويدعو الله عز وجل سرا، يدعو الله بالغيث، ثم يتفرقون. هذه صفة صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة إذا احتاجوا إلى المطر. إذا انحبس المطر فإنهم يطلبون من الله السقيا. وقد استسقى موسى لقومه كما ذكر الله في القرآن، واستسقى سليمان عليه السلام لقومه، واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستسقى سنة مؤكدة والناس بحاجة إليها. نعم، هذا يسأل عن إقامة حفل بمناسبة أن إنسانا ختم القرآن، يعني حفظ القرآن، هل يجوز أن يعمل حفلا؟ نعم، لا بأس بذلك، هذا من باب الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل، ولا بأس أن يعمل حفلا يقدم فيه طعام أو يقدم فيه ما تيسر، ما في مانع. نعم،
البراءة من الشرك معناها ترك الشرك، ترك الشرك الأكبر والأصغر، هذه هي البراءة من الشرك، ما يكون عند شرك أكبر ولا أصغر. قال تعالى: والرجز فهجر. الرجز هو الأصنام، وهجرها تركها. المسلم يتبرأ من الشرك ويتبرأ من المشركين، كما تبرأ إبراهيم الخليل من أبيه وقومه لما كانوا على الشرك. نعم. الفرق بين التقليد والاتباع، لا فرق بينهما، التقليد هو الاتباع والاتباع هو التقليد، ولكن إذا كان الإنسان يستطيع معرفة الحكم الشرعي بنفسه يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يقلد. أما إذا كان ما يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه فلا بأس أن يسأل أهل العلم ويأخذ بما يقولون. إن كنتم لا تعلمون، بهذا الشرط، إن كنتم لا تعلمون، دل على أن الذي يعلم ويستطيع معرفة الحكم أنه يبحث هو عن الحكم الشرعي، وأما الذي لا يستطيع فهو يسأل أهل العلم ويقلدهم لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك. نعم. هذا يسأل عن الذهب الذي تلبسه المرأة وتتحلى به، هل فيه، هل عليه زكاة؟ الصحيح أنه لا زكاة عليه، هذا قول أكثر أهل العلم، لا زكاة عليه، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، ولأن ما كل النساء تستطيع دفع الزكاة، فقيرات وهم بحاجة إلى الحلي، فلا تجب الزكاة في الحلي المعد لللبس. هذا يقول إن بعض الناس يستدل بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، هذه عمر ما قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، ما قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، لأن التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، واستمر الصحابة يصلونها، هي ليست بدعة، إنما يريد عمر الاجتماع، جمعهم على إمام واحد، يريد جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين يصلون أوزاعا، فجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فهو أحيا سنة، عمر أحيا سنة ولم يأتي ببدعة كما يظن بعض الجهال، بل هو أحيا السنة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يصلون خلف إمام واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاة الرسول انتهت الفرضية، ما فيه بعد وفاة الرسول إيجاب شيء أو تحريم شيء، هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فالواقع أنه ما عمر ما عمل بدعة، لا صلاة التراويح بدعة ولا اجتماعهم خلف إمام واحد بدعة، فلا حجة للذين يقولون هناك بدعة حسنة، ليس في البدع شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال كل بدعة ضلالة، يأتي واحد يقول لا ما هو بكل بدعة ضلالة، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هناك بدعة حسنة وليست ضلالة، هذا واضح البطلان. نعم. هذا يسأل هل يجوز الكذب في بعض الأمور؟ الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في ثلاث حالات لمصلحة الراجحة: حالها الأولى بين الزوجين بعضهم على بعض من أجل العشرة، من أجل بقاء العشرة،
الحالة الثانية الكذب لأجل إصلاح ذات البين، من أجل إصلاح ذات البين، تشوف ناس متنازعين وبينهم سوء تفاهم، فتأتي إلى أحدهم وتقول فلان يحبك ويثني عليك ووده أنك تصلح أنت وياه، ويروح للآخر ومثل حتى يجمع بينهم. هذا كذب للمصلحة، المصلحة فيه أرجح. والحالة الثالثة الكذب في الحرب، الكذب في الحرب مع العدو، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذه الأمور الثلاث لا يجوز الكذب. نعم. هذا يقول رجل اشترى قطعة أرض واشترك معه شخص آخر على أنها ملك للرجل الأول، وبعد فترة تبين للرجل الأول صاحب الأرض أن مال الرجل الثاني الذي دفع له نصف الثمن هدية أن ماله حرام، أن ماله حرام، فماذا يعمل؟ إذا تحقق يقينا أن هذا المال حرام فلا يجوز له أن يستعمله، لا يجوز له أن يستعمله. فعلى هذا الرجل أن يبيع الأرض ويتصدق بقدر المال الحرام الذي دخل فيها، يبيعها، أو إن كان عنده مال، هو إن كان عنده مال فإنه يتصدق بقدر المال الحرام الذي دخل عليه، يعطيه للفقراء ويتخلص منه. نعم. هذا يسأل عن الخشوع في الصلاة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع في الصلاة هو السكون فيها، هو السكون فيها وقطع الحركة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، حضور القلب في الصلاة، ولا يصلي وهو منشغل البال أو متشعب التفكير هنا وهناك أو يكثر من الحركات. فالخشوع في الصلاة هو حضور القلب، حضور القلب، وعلامة حضور القلب انقطاع الحركات بيديه ورجليه وجسمه، هذا علامة على الخشوع. أما إذا كان كثير الحركة والعبث هذا دليل على عدم الخشوع في الصلاة. والخشوع هو روح الصلاة، الصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسم الذي ليس فيه روح. فعلى المسلم أن يحضر قلبه في الصلاة ولا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، يدخل في الصلاة وهو هادي البال حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن حكم حمل الخطيب للعصا في خطبة الجمعة. نعم، يسن للخطيب أنه يعتمد على شيء، لأن هذا أثبت له عند إلقاء الخطبة، يعتمد على عصا، يعتمد على طرف المنبر، يعتمد على شيء، لأن هذا يعينه على القيام وعلى أداء الخطبة. ولا يتعين العصا، لو أنه أمسك بطرف المنبر يكفي عن العصا. نعم. نعم. هذا يسأل عن حكم إن الإنسان رجل أو امرأة أنه يأخذ مال من الدولة في مقابل عمل، إما تدريس أو غيره، وظيفة، يأخذ مرتب ولا يؤدي العمل على الوجه المطلوب، هذا حرام، حرام على الموظف أنه يأخذ المرتب ولا يقوم بالعمل، يجب عليه يقوم بالعمل على الوجه المطلوب،
لأن هذا أمانة في ذمته، ولأنه يتقاضى في مقابله مرتب، فيجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ويقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب، وإلا إذا قصر فإنما يأخذه يكون حراما لأنه يأخذه بغير مقابل. نعم. هذا يسأل عن إنسان يقود سيارة حصل منه حادث، صدم رجلا ثم هرب ثم رجع ووجد الشرطة قد حضرت والرجل ملقا على الأرض، فخاف إنه إن بين نفسه لهم إنه يكون عليه مسؤولية والسيارة مستعارة، يقول فهب له، يقول يجب عليه إنه يعترف، لأن هذا خطأ حصل منه خطأ، أصاب رجلا ربما يكون قد مات، يجب عليه يعترف بالحق الذي عليه، يجب عليه أنه يعترف بالحق الذي عليه، وإذا لم يعترف يبقى في ذمته يسأل عنه يوم القيامة، وكونه يتخلص منه في الدنيا أخف عليه من أنه يبقى عليه يوم القيامة، والاعتراف بالحق فضيلة. أما أنه وهذا خطأ ما تعمد، هذا خطأ والجزاء عليه معروف، أنه ما يكون فيه قصاص وإنما فيه دية وكفارة فقط، وإن سجنته الدولة هذا أيضا أمر سهل، فكونه يعترف ويؤدي الحق الذي عليه ويبري ذمته هذا واجب عليه. هذا يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، هل يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إذا كان يستطيع الهجرة؟ فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين، أما إذا كان لا يستطيع الهجرة يبقى في بلاد الكفار للضرورة، لكن بشرط أن يتمسك بدينه، بشرط أنه يتمسك بدينه ولا يتنازل عن شيء منه إلى أن يستطيع الهجرة فيهاجر. نعم. هذا يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقى من النار في هذا الشهر وذلك في كل ليلة، فماذا ينبغي للمسلم في هذا الشهر؟ ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يجتهد في العبادة، في صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، في تلاوة القرآن والاعتكاف في المسجد الحرام وأداء الصلوات الخمس فيه، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة بما سواه من المساجد. هذه فرصة تجمعت لك فضائل فضيلة المكان وهو المسجد الحرام، فضيلة الزمان وهو شهر رمضان، فضيلة القيام ليالي رمضان، فضيلة ليلة القدر، هذه فضائل عظيمة، على المسلم أنه ينتهز هذه الفضائل ولا يكسل ويتأخر عنها، لأنها فرصة قد تذهب ولا تعود عليه. نعم. هذا يسأل عن الصلاة خلف الإمام الذي يحلق لحيته، إذا وجدت إماما مستقيما لا يحلق لحيته ولا تظهر عليه المعاصي فصلي وراءه، إذا لم تجد فصلي وراء الإمام ولو كان يحلق لحيته، ولا تترك صلاة الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة. إن وجدت جماعة خلف إمام مستقيم اذهب إليهم، إذا لم تجد
ودار الأمر بين كونك تصلي منفردا أو تصلي خلف هذا الإمام، أصلي وراءه، لأن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. نعم. هذا يسأل عن حكم فرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع تكره في الصلاة، في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا مانع منها، أما في الصلاة فتكره لأنها من العبث ولأنها تدل على الكسل. فالمسلم يخشع في صلاته ولا يكون عنده حركات أو فرقعة أصابع أو تملل. نعم. هذا يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية كلكم يعرف أنه حرام. لماذا حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمر بإكرامها وتوفيرها وإرخائها، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، طاعته واجبة ومخالفة أمره معصية. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وتوفيرها، فلماذا نخالف أمره صلى الله عليه وسلم نزولا على عادات الناس؟ وحتى لو أن أحدا ألزمك وأجبرك على حلق اللحية لا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. يسأل عن هل الأفضل حفظ القرآن، الاشتغال بالحفظ، أو الاشتغال بكثرة التلاوة من غير حفظ؟ الذي أراه أن الأفضل والله أعلم كثرة التلاوة، وأما الحفظ له وقت آخر في غير رمضان. الحفظ ممكن في غير رمضان ممكن، أما كثرة التلاوة في رمضان تفوت عليك، فأكثر من تلاوة القرآن من المصحف، وبإمكانك الحفظ في غير شهر رمضان. نعم. هذا يسأل عن إذا كان الإنسان حصل على شهادة بطريق الغش، هل يجوز له يتوظف بها ويعمل بها؟ نقول الغش حرام، الغش حرام، ومن غش فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل. وأما العمل الوظيفي إذا كنت تؤديه على الوجه المطلوب، تؤدي العمل على الوجه المطلوب، المطلوب القيام بالعمل. بعض الناس يؤدي العمل وهو ما معه شهادة، الكلام على أداء العمل وإتقان العمل. فإذا كنت تؤدي العمل على الوجه المطلوب فهذا هو المطلوب منك، وتبرأ ذمتك مع التوبة من الغش الذي حصل. نعم. أما إذا كنت ما تقوم بالعمل حتى ولو كان معك شهادة صحيحة ما فيها غش، معك شهادة ما فيها غش، لكنك لا تقوم بالعمل، هذا حرام عليك. هذا يسأل هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن أمه الميتة؟ نعم يجوز، يستحب أن تعتمر عن أحد أبويك الميت المتوفى، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا، وأن تكون حججت عن نفسك أولا. فإذا حججت عن نفسك حج عن غيرك، وإذا اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام اعتمر عن غيرك. والإحرام إن كنت قادما إلى مكة تحرم من الميقات الذي تمر به من المواقيت الخمسة، وإن كنت في مكة فإنك تخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو الحل وتحرم بالعمرة منه. نعم. ألا يقول إنه جاء حديث إن الطواف سبعة أشواط، الشوط الواحد عن 50 شوط في الفضل والأجر،
الله أعلم، أنا ما أعرف هذا الحديث، ولكن أنا أعرف ما صحت به الأحاديث، ما القرآن ما جاء به القرآن، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعف الله أكثر من عشر، إلى 700 ضعف إلى أكثر، حسب نية العامل، حسب نية العامل. فالمضاعفة جاءت بعشر وجاءت بأكثر إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. أما تحديد 50 فلا أعلم شيء. هذا يسأل عن حكم الوشم، الوشم في الجلد، وهو أنه يبشط الجلد ثم يضع فيه شيء من الكحل أو غيره ويبقى لونه في الجلد، هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه من تغيير خلق الله عز وجل. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فهو من كبائر الذنوب. وإذا وجد هذا في الإنسان وتاب إلى الله فإنه يعمل على إزالته، يروح للطبيب للمستشفى ويعملون على إزالته إذا أمكن، وإذا لم يمكن يتوب إلى الله عز وجل ويكفي إن شاء الله. هذا يسأل عن حكم الساحر والعلاج عنده. الساحر كافر، الساحر كافر بدليل قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والملكان يقولان لمن جاء يتعلم السحر، يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر كفر والساحر كافر، ولا يجوز العلاج عنده والذهاب إليه. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والعلاج عندهم. الله أغنانا بالعلاج المباح، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. عندنا الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، عندنا الأدوية المباحة، عندنا العلاج في المستشفيات عند الأطباء، فما نحتاج إلى السحرة يفسدون علينا ديننا ويفسدون عقائدنا. يجب محاربتهم والتحذير منهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما بقي على صلاة الاستسقاء إلا 10 دقائق، استعدوا لها، بارك الله فيكم.